شوط جديد من أشواط الخير والمحبة، شوط الختام المخصص لسن الزمول لإنتاج الشوط العاشر. لنبدأ وإياكم مع من يتقدم مع مقدمة الشوط، مع أول الأسماء. وهذه المسافة الطويلة لهذا السن التي بدأت هنا في ميدان الشحانية في هذا المحل الخامس. لنبدأ وإياكم مع مقدمة الشوط. هناك سياف حمد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي يقدم لنا سياف مع مقدمة الشوط، يحتل الصدارة المريخي مع أول الأسماء. بينما النقلة والدور نحو المركز الثاني وليتابع هذه الزمول الحاضرة، هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة ليتابع. هنا شعار بن عبد يتحرك ليقدم لنا قذى. مرحبا بحضور قذى الحاضر مع المركز الثاني لأتابع. هذا الاسم الحاضر عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي القفراني بن عبده يقدم لنا شعاره. بينما بن سالمين يا اخواني من حقق الشوط الرئيسي في سن الثنايا مع هقوة، وحقق الشوط الرئيسي للزمول، يحضر هنا ليقدم لنا شعاره. ساهر عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين يا مرحبا بهذا الشعار الكبير. المركز الرابع وتابع، التدخل من قبل مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري يقدم لنا مهيض. الحاضر والمتواصل والمتواجد هنا الدوسري يقدم لنا مهيض. يتحرك مهيض في هذه الأثناء إلى المركز الثالث. أما المركز الخامس فأتابع الحضور من قبل رشاف محمد بن خالد بن عبد الله العطي يقدم لنا شعاره. ياهي من أسماء كبيرة حاضرة. بينما قذى يتقدم في هذه الأثناء مع مقدمة الشوط، وبن عبده يقدم لنا شعاره مع أول التحديات ليقود هذه المسيرة من الزمول الحاضرة، من الزمول المنطلقة في هذه الأثناء. يتحرك هنا قذى، يقدم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن عبد يقدم لنا قذى مع مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني سياف حمد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي يقدم لنا شعاره. يتحرك بسياف الدوسري في هذه الأثناء، يتقدم بمهيض. يا لحضور مهيض، يا لتحركات مهيض. هيهات هيهات لهذا الشعار المنطلق إلى المركز الثاني. بن سالمين ما من سلامة في سن الكبار بهذا الشعار الكبير، يحضر ليقدم لنا شعار بتحركات. ساهر مع المركز الثالث، رشاف العطية يتقدم في هذه الأثناء. مرحبا بشعار العطية، أحد أعرق الشعارات الحاضر في هذه الأثناء. إلى المركز الثاني تحرك، تسلل شوط تغييرات من البداية في شوط الزمول في هذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن بقية الأشواط التي تابعناها وشاهدناها في هذا المحل الخامس. انطلق هنا كرشافة ليقود هذه الكوكبة من الزمول الحاضرة مع مقدمة الشوط العائدة ملكية لمحمد بن خالد بن عبد الله. العطية المشاق بيحضر في هذه الأثناء ليقدم لنا شعاره. اما المركز الخامس فأتابع، هناك التراجع من قبل سيافة بشعار المريخ. المركز الرابع الحضور من قبل ساهر لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين. هذا الشعار يا اخواني، من خطف الشوط الرئيسي للثنايا، من خطف الشوط الرئيسي للزمول، من يحضر مع ساهر في هذا الشوط هنا في شوط الختام. المركز الثالث التراجع من قبل قذى بشعار بن عبد يقدم لنا قذى مع ثالث المراكز وثالث التحديات. المركز الثاني فالحضور من قبل مهيض فهد بن محمد بن راشد الدوسري يقدم لنا مهيض.
الابيض الحاضر والمنطلق مع ثاني المراكز، المركز الاول والصدارة والقيادة والسيطرة من قبل رشافة بشعار العطية بشعار المشاقب الحاضر مع اول الاسماء واول التحديات. المركز الثاني الانطلاق من قبل مهيض فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري يقدم لنا مهيض. المركز الثالث ثالث التحديات وانتصفنا المسافة بحضور هذه الزمول الحاضرة بنوك الانتاج وفحول المستقبل والمهرجان الكبير ينتظر لنتابع وإياكم هذا الحضور من قبل بن سالمين مطمن جماهير هذا الشعار الكبير، مطمن جماهير هذا الشعار الغني عن التعريف بتاريخه المشرف بحضوره الكبير في هذا اليوم أول الأيام لهذا السن الكبير. يحضر بن سالمين بحضور ساهر الباحث عن الصدارة بكل ما أوتي من قوة بقوة هذا الشعار الذي تابعناه في هذه الفترة الصباحية مع أشواط الإنتاج. المركز الرابع هو قد الحاضر بشعار بن عبده. المركز الخامس أتابع اسم جديد ينضم إلى قافلة الصراع، اسم جديد ينضم إلى هذا المعترك الكبير الحاضر والمنطلق هو هند خان منصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين يتقدم في هذه الأثناء ليقدم لنا دخان الحاضر مع خامس التحديات هكذا للمرة الثالثة أو الرابعة لا أدري في هذا الشوط المثير، شوط التغييرات، شوط الحماس، شوط الإثارة. شكرا لهؤلاء العمالقة، شكرا لهؤلاء الكبار الذين أمتعونا في هذه الفترة في هذا السن الكبير ليعلنوا جاهزيتهم لهذا المهرجان بحضور مشرف بحضور كبير لهذه الأسماء اللامعة لهذه الأسماء الكبيرة. موعدكم 25 من شهر نوفمبر في هذا الميدان، ميدان التحدي الذي لا يخلو من الدعم الكبير، حيث الجوائز المليونية، حيث تسعيرة هجن الشحانية. يا أخواني هكذا هي الأسماء الحاضرة والدعم الكبير من قبل سيدي سمو أمير البلاد المفدى، حفظك الله ورعاك يا سيدي، حيث تحظى الأصايل في دوحة الخير والعطاء بالعطاء اللامحدود من بداية هذا الموسم. وها نحن نواصل وإياكم هذا الشوط، رشاف يحتل الصدارة، محمد بن خالد العطية يقدم لنا، رشاف يتقدم بكل شراسة يحتل الصدارة بكل هيمنة بكبرياء هذا الشعار بانطلاقة هذا الشعار الحاضر مع مقدمة الشوط. أما المركز الثاني فهو مهيض، شعار الدوسري يقدم لنا مهيض، الحاضر فهد بن محمد بن راشد الدوسري، ساهر بشعار بن سالمين أحد الشعارات الكبيرة. ياهي من معركة، ياهي من ثلاثية ذهبية، وتابعها في هذا الشوط الكبير. في شوط الختام ساهر يتقدم في هذه اللحظات، هنا التقدم من قبل بن سالمين يتقدم بحضور، هنا ساهر مع ثالث التحديات. الكيلو وين الفاصلة عن ناموس هذا الشوط، عن ناموس شوط الختام، عن ناموس شوط الانتاج. قدموا كل ما لديكم الجماهير والمحبين والعاشقين لهذه الشعارات الكبيرة. لكن راح رشاف، شكرا لك يا المشاقب على هذا الحضور الكبير والمشرف لهذا الشعار الكبير، سواء في أشواط الشيوخ أو في أشواط الشعب لازم أن يكون له نصيب الأسد. هذا الشعار المميز، هذا الشعار الكبير، حضر رشاف في هذا الشوط. العائدة ملكية لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية يفارق المسافة، بينما أتابع إدخان يا أخواني وشعار الخيارين
الحين في هذه اللحظات منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين يسجل الخطورة على رشاف، ما بين ادخان، ما بين رشاف، ما بين العطية، ما بين الخيارين يا صاحب الامتار. راح وتحرك رشاف، يا سلام يا هذا الانطلاق، يطوي الميدان والقعدان طية طية الساني طويلات الحبالي، تلهم تلشقر للصيد حية من كثر صيدة تملن المخالي. سلام يا العطية سلام، شكرا يا العطية شكرا على هذا العرض الكبير الذي قدم لنا رشاف. الله يا سلام، تحركت الجماهير العاشقة لهذا الشعار. استمتعوا يا جماهير الأصايل، استمتعوا بانطلاقة رشاف بحضور المشاقب محمد يا محمد، محمد بن خالد العطية. من قدم لنا رشاف؟ من حقق هذا الفوز وهذا الانتصار؟ بكل جدارة، بكل استحقاق، بكل انتصار يستلب الأنظار وتحتار فيه العقول والأبصار في آخر الأمتار. شكرا يا العطية شكرا على هذا العرض الكبير الذي قدم لنا رشاف في هذا الشوط الكبير بحضور هذا الشعار بكبريائه المتألق في كل زمان، في كل مكان، في كل الميادين الخليجية. يحضر هذا المشاقب بتقديم النوعيات النادرة، بتقديم النوعيات الفاخرة بحضور رشاف. من انتصاف هذه المسافة يحقق هذا الفوز بكل انتصار، بكل افتخار، بكل جدارة، بكل استحقاق. شكرا لك يا المشاقب على هذا العرض الذي قدم لنا رشاف، ممتع الجماهير، ممتعني كمعلق على هذا الشوط بحضور رشاف وتحقيقه لهذا الفوز وهذا الانتصار لمحمد بن خالد العطية. أما المركز الثاني فكان الحضور من قبل إدخان منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين. المركز الثالث حضر هنا كفو الأحزام بن زيد بن محمد بن محسن بن انديل. المركز الرابع كان الحضور من قبل فراع ناصر بن حمد بن حسين الجرحب. المركز الخامس لفان علي بن عبد الهادي بن محمد بن حبيش النابت. إذن مشاهدين الأعزاء في كل مكان تابعنا وإياكم هذا الشوط، تابعنا وإياكم هذا الشوط المثير، تابعنا وإياكم هذا الشوط الكبير بكبرياء هذا الشعار الذي قدم لنا رشاف، الذي أمتع الجماهير المتابعة، أمتعني كمعلقا على هذا الشوط الكبير. فشكرا لك يا محمد بن خالد العطية على هذا العرض الكبير الذي قدم لنا رشاف. قطع مسافة هذا الشوط في زمن وقدرة 13 دقيقة 3 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا المشاقب على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المستحق لهذا البطل، من كان هو النجم، من كان هو البطل المتوج بناموس هذا الشوط. المركز الثاني حضر إدخان منصور بن محمد بن منصور السيف الخيرين. التوقيت الزمني 13 دقيقة 11 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا تهانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. أما المركز الثالث فكان من نصيب، كان الحضور من قبل كفو الأحزام بن زيد بن محمد بن انديل. التوقيت الزمني 13 دقيقة 15 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهذا الاسم الكبير الذي حقق هذا المركز الثالث. يعرض أمامكم مشاهدين الكرام موجز بالأسماء المتوجة بالمراكز الأولى في أشواط هذا الصباح
أشواط الثنايا والحيلي والزمول للإنتاج. شاهدنا وإياكم 10 أشواط حملت في طياتها منافسات كبيرة ومثيرة مع سن الكبار سن الثنايا، حيث تسجل الشوط الأول مع هقوى التي استطاعت أن تتصدر أقوى الأشواط وأعتاها لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 72 جزءا من الثانية. كذلك الشوط الرئيسي للقعدان الانتاج كان بطلا متوجا بالناموس للطام، صاحب انجازات عديدة هذا البطل الذي حقق هذا الشوط الرئيسي لإسعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. والتوقيت الأفضل والأكمل والأجمل من نصيب هذا الشعار الكبير 12 دقيقة 53 ثانية 50 جزءا من الثانية. أما أشواط الحيل والزمول حضرت الوذنة محققة ناموس الشوط الأول الرئيسي لمبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 جزءا من الثانية و39 جزءا من الثانية، بينما حضر رشاف ليكون هو بطل هذا الشوط والعرض الكبير الذي قدم لنا رشاف في شوط الختام لمحمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني 13 دقيقة 3 ثواني 88 جزءا من الثانية ليكون هو صاحب التوقيت الأفضل في سن الحيل والزمول. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى الختام، ونلتقي بكم بمشيئة الله تعالى في يوم القد ومع منافسات الثنايا والأشواط العامة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لقناة الريان الفضائية ومخرجي هذا النقل الحي والمباشر محمد بن خزينة وعلي أبو شارب، ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.